السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. خلاص احنا قربنا من مغرب يوم عرفة، وسيدنا رسول الله وجهنا توجيه واضح جدا جدا، فقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وإذا كان اليوم بينتهي بالمغرب، فاحنا أنسب شيء نعمله دلوقتي وأقرب عبادة إلى الله سبحانه وتعالى هي الدعاء. الدعاء ربنا أذن إن احنا ندعي البعض، فأنا ربنا يجري على لساني دلوقتي يا رب، يجري على لساني دعوات ربنا يجعلها من نصيبكم، كل المطلوب منكم بس تقولوا آمين. وإحنا الدعاء بيننا وبين بعض بالظاهر الغيب، بيننا ملايكة عايشة في وسطينا بتأمن على دعواتنا. يمكن ربنا يجري على لساني دعاء ما جاش في بالك بس أنت محتاجه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجري على لساني دعاء أنت ما فكرتش تدعيه، بس الدعاء ده ممكن يغير حياتك لاحتياجك أنت لهذا الدعاء. علشان كده وانا متاكد برضو ان في دعوات انا محتاجها في حياتي ممكن ما تجيش في بالي، وممكن ما اكونش شايف الاحتياجات دي، لكن حضراتكم تكونوا بتدعوها وانا كمان اامن على دعواتكم. فتعالوا نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل المطلوب منكم فقط تتوجهوا الى القبلة وتدعوا معايا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم الشريف، اللهم لك الحمد أن جعلت أيدينا تمتد إليك في هذه اللحظة الشريفة، اللهم لك الحمد أن أوقفت إخواننا وأخواتنا بعرفات وأوقفتنا في بلادنا وفي بيوتنا الآن بين يديك. اللهم لك الحمد أنك أذنت لنا في دعائك وذكرك في هذه الأوقات التي تحبها وتحب من يقف فيها بين يديك. اللهم صلي وسلم وبارك على من علمنا كل خير، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك محمد الذي اخترته لنا ليكون هديتك للمؤمنين. اللهم جازي سيدنا محمد عنا خير الجزاء، اللهم جازه عنا خير الجزاء إن لم نستطع أن نزوره اليوم هذه الأيام في مسجده وفي قبره الشريف، فبلغه منا السلام يا ربي مع الحجاج ومع من زار سيدنا رسول الله، بلغه السلام منا يا رب العالمين. اللهم بلغه السلام ورد عليه روحه كما قال هو ليرد علينا السلام. ما أسعد الإنسان الذي يسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت الذي تقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، نحن موحدون، ليس لنا ربا سواك ننزل به حاجاتنا. يا رب في كل قلب واحد منا أسئلة وحاجات وطلبات لا يعلمها إلا أنت. يا رب يا من تنظر في القلوب فتعلم السر وأخفى، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم أعطنا حاجات في صدورنا لا يعلمها إلا أنت. اللهم بكن فيكون يا قدير على كل شيء، بكن فيكون. وإن أغلقت في وجوهنا الأبواب وتولى وتخلى عنا الأصحاب والأحباب، أنت قادر يا رب العالمين أن تعطينا ما نتمنى. وإن يئسنا في هذه الدنيا لنيأس من رحمتك. يا الله يا الله يا الله لا نيأس من رحمتك وإن يئسنا من الأسباب في هذه الدنيا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اغفر لنا الكبائر التي فعلناها في الصيف، اغفر لنا الكبائر التي فعلناها في الشتاء، اغفر لنا الكبائر التي فعلناها طوال أعمارنا يا رب الأرض والسماء. يا ربي اغفر لنا الكبائر التي فعلناها بالليل والنهار. اللهم لا تحرمنا من نعمة عصيناك بها، اللهم لا تسلب منا نعمة تجرأنا بها عليك، اللهم لا تسلب منا أمانا كان في سببا في جرأتنا عليك. اللهم بارك لنا في النعمة، وإن عصيناك بها تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي. يا ربي حلمك علينا، يا رب احلم علينا ولا تعجل علينا عقوبة،
احلم علينا ولا تعجل لنا عقوبة، احلم علينا ولا تعجل لنا عقوبة. اللهم اجبر بخاطرنا بهدايتنا وهداية آبائنا وأمهاتنا ورضاهم عنا إن كانوا أحياناً أو أموات. يا رب اجبر بخاطرنا بهداية أبنائنا وبناتنا. يا رب حنن علينا أبناءنا وبناتنا. اللهم لا تجعل جراحنا بأيدي أبنائنا وبناتنا ولا آبائنا ولا أمهاتنا ولا أحبابنا أبداً، ولا تجعل جراح أحبابنا أبدا بأيدينا يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على حبك أقدامنا، وانصرنا على أنفسنا. إن لم نحج هذا العام فاكتبنا من حجاج بيتك الحرام في العام القادم. يا الله أنت على ذلك قدير. يا رب ارحم موتانا، ارحم موتانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، ارحم موتانا الذين كانوا في العام الماضي معنا يا رب، ارحم موتانا الذين لو كانوا أحياء لسبقونا إليك في هذه الساعات يا رب. اشفي مرضانا يا رب، اشفي مرضانا يا رب، اشفي مرضانا يا رب. اللهم أنزل على مرضانا العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم وإن عجز الطب فلا يعجز الرب، فالرب على كل شيء قدير. يا رب يا رب يا رب، ثبتنا عند نزول سكرات الموت. اللهم ثبتنا عند نزول سكرات الموت. اللهم ذكرنا برحمتك عند فراق الأرواح لأجسادنا يا الله يا رب العالمين. يا رب انظر إلينا الآن وباهي بنا الملائكة كما تباهي الملائكة بأهل عرفة. اللهم صرفنا من هذا الدعاء وقد أعتقت رقابنا من النار كما ستعتق رقاب ملايين الناس. يا رب صرفنا من هذا الدعاء وقد استجبت لكل احتياجاتنا، فخزائنك ملأى وأنت واسع العطاء يا رب العالمين. اللهم صرفنا من هذا الدعاء وقد رضيت عنا وصرفتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، كما ستفعل مع أهل عرفة بعد دقائق معدودات يا رب العالمين. يا الله يا الله، ذكرنا باحتياجاتنا جميعا حتى ننزلها ونقف بها على أبوابك. اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك، ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك. اللهم وسع علينا في أرزاق المعاني التي تدلنا عليك. اللهم وسع علينا في أرزاق المباني التي فيها راحتنا في الدنيا يا رب العالمين. يا الله ارزقنا حبا في بيوتنا، وسكينة في نفوسنا، وطمأنينة في علاقاتنا، وهداية في خطواتنا، ونجاح في نياتنا. يا رب ارزقنا الرحمة في وجوهنا وفي أيدينا، اجعلنا ننظر برحمة ونتكلم برحمة. يا رب ثبتنا على ما تحب وترضى دائما يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ارضى عنا يا الله، ارضى عنا يا الله، سامحنا يا الله، ابعد عنا ما تغضب به عنا يا الله، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا الله. يا رب يا رب بارك لنا في العام القادم، من صام منا وستغفر له اجعله يدرك هذه النعمة فتزده تقوى بين يديك يا رب، بين يديك يا رب. يا رب من ستغفر له العام القادم لا تجعل ذلك يجرئه عليك أبدا يا رب. من ستغفر له يا رب العام القادم إذا صام لا تجعله جريئا عليك لأنك سامحته يا رب، بل اجعلنا متواضعين خاضعين خاشعين بين يديك يا رب العالمين. يا رب من لم يستطع الصوم لهذا اليوم اكتب له أجر الصوم واغفر له سنة ماضية وسنة باقية يا رب. يا رب لا تحرمنا من دعوة إليك، ولا تحرمنا من ركعات بين يديك، ولا تحرمنا من قلب يطلب العطاء من يديك. اللهم حنن علينا أحبابنا وحننا على أحبابنا، لا تجعل القسوة في أخلاقنا ولا البخل في عطائنا وأيدينا. جعلنا من أحبابك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جعلنا من أحبابك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك، جعلنا من أحبابك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك، جعلنا من أحبابك الذين إذا نظرت إلى بيوتهم كانوا سببا في هداية أسرهم وعائلاتهم وأحبابهم يا الله. آه يا الله. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وصل اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين، الحمد لله رب العالمين. مبروك مبروك علينا يوم عرفة يا جماعة، مبروك علينا ان احنا بين ايدين ربنا في يوم عرفة. كملوا للمغرب كل واحد يدعي واذكرونا في دعواتكم.
السلام عليكم.